إذا في وقع نفسي للطلاق عليه، يعني كل هيدي الأمور لازم ناخدها بعين الاعتبار. ومع خيه كمان، لأنه خيه كمان أكيد مهم يكون في مشاركة بيناتهم. 100% بدك رح نجاوب بشكل كثير سريع بس على الجزء الثاني من السؤال. بلحق. إذا بنلحق بس حتى ما حرام نترك الجزء الثاني، إنه عم تسأل كمان إنه هل من الأفضل عوضهم علي قبل الزواج فترة الخطبة يعني أو بعد الزواج؟ أوكي، بعد ما صار في ارتباط. منيح إنه وضحت لنا. لا أكيد من الأفضل قبل الزواج. أكيد من الأفضل قبل الزواج. أكيد بهالفترة أفضل بكثير. أكيد. أكيد. لحتى ما نكون تركناها بنص السؤال مايا، نحن بنرجع بنشوفك ان شاء الله نهار الجمعة بعالم الصباح. اكيد الشيف صار بانتظارنا، رح ننتقل لعنده مباشرة ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين. ثلاث وصفات لليوم نحن مشاهدينا، رح نبلش التحضيرات الأولية لوصفاتنا. طبعا وصفاتنا لليوم عندنا كرات اللحمة مع صلصة الباربيكيو، بالإضافة كمان طبق الحلو، كرات الكيك بالشوكولا كمان، وكمان عنا فليل الدجاج الحار. هول هني وصفاتنا لليوم. طبعا أنا بحبلش هلأ بتحضيراتنا. عنا أول طبق هو الطبق الرئيسي، كرات اللحمة. كرات اللحمة مثل ما عم بتشوفوا في عندي من اللحمة المفرومة ناعمة، رح أطلع رشة ملح لهاللحمة، ورح أطلع أيضا من الفلفل الأسود. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة، لكن عندي ملح، عندي فلفل اسود، رح استعين بالبقدونس. رح جيب كمان مشاهدينا من البقدونس، ضيف بقدونس لهالوصفه. اوكي، رح اخذ قليل من البقدونس مثل ما عم بتشوفوا. كمان رح اضيف لها من الرز، فينا نحط رز مصري، فينا نحط رز ايطالي، او فينا نحط كمان مشاهدينا من الرز الهندي. طيب حطيت بقدونس، رح جيب من الرز، حط ايضا رز. كمان مشاهدينا شو رح نضيف غير الرز؟ رح جيب بيض، ايضا ضيف بيض كمان بهالشكل. طبعا هاي طريقة من الطرق نعملهم بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، كيف عم بخلط اللحمة مع الرزات مع البيض بالإضافة للملح بالإضافة للفلفل الأسود بهالشكل. رح أرجع أعملهم أنا بشكل بول، وبدنا نسلقهم. عندي ماي على النار، ماي سخنة عم تغلي، رح أسلق فيها اللحمة. بعد ما أسلق اللحمة رح شيلها، برجع بلطها بالبيض، وبرجع بلطها بالطحين، وبرجع كمان مشاهدينا منقلي هالبول أو هالكرات، وبنرجع بنحضرها مع صلصة الباربيكيو. لكن أنا صار عندي خليط اللحمة، رح أعملهم بهالشكل، رح أعملهم بشكل بول، ونبلش دغري حطهم بالماي مية السلق. لكن مثل ما عم بتشوفوا، طبعا هون بذكر كل المشاهدين إنه رح نضيف أيضا للماي من الورق الغار لحتى ما تزنخ عندي اللحمة. لهالسبب بنضيف كمان من الورق الغار مثل ما عم بتشوفوا، كيف عم بحط اللحمة اللي فيها بيض، اللي فيها ملح، فيها فلفل أسود، فيها بقدونس، وفيها أيضا من الرز. ما بدنا ننسى الرز، الرز بيعطي نكهة كتير طيبة مع هالطبق اللي عم نحضره لليوم. طبعا بالنسبة للكيك، الكيك أنا حضرت كيك من شوي قبل ما نبلش، حضرت الكيك، جبت انجلش كيك او حضرت انجلش كيك، او فيكم تحضروا من عجينه الجنواز، او فيكم تجيبوا عجينه الجنواز، انتو حسب ما بترغبوا مشاهدينا، بس المهم يكون في عندي كيك. الكيك رح احط له انا بعد شوي شوكولا، رح احط له كريمه، اخلطهم مع بعض، نسقيه بالشوكولا وبالكريمه، ونعمل الكيك بشكل بول. طبعا نرجع نلتهم بالشوكولا الملون او منلتهم بالمكسرات. لكن مشاهدينا انا بعد شوي رح اخبركم عن كل وصفتنا بالتفصيل. اما هلا بالعوده للغيدة، انا شفت عنده مكونات شي كثير كثير بيغري، يعني شوكولا وغير اشياء وهيك، بس انه بعدين رح نتعرف عليهم بس يخلصوا اكيد مع وصفات ثانيه. بس بعد لحظات ضيفنا رح يكون معنا باستوديو، خليكم معنا.